هذا فيديو جديد لمريض عنده زي ما نشوفه رقبة قصيرة جدا، وهذا يقول هذا فلتشن، نحن في ليبيا نقول له واحد عنده لحلوة. أنا بتشوف مثلا من الأمام، تشوف المريض كيف رقبته كيف متضخمة، يعني لدرجة إنك أنت ما تقدرش تحدد وين بادية الرقبة، هذا المفروض هو الفك متاعها، وهذه هي الرقبة، ما تقدرش تحدد أنت وين بادية وين منتهية، يعني ما عندهاش عمق وما عندهاش ارتفاع، مجرد إنها هي يعني كتلة واحدة. طبعا المريض اللي بالشكل هذا يكون معرض لل يكون عنده سليب أبنيا، اللي هي انسداد في مجرى الهواء والقصبة الهوائية والحنجرة لما يركض في الليل، فيبدأ يشحر المريض. طبعا هذه أحيانا تؤدي إلى الوفاة أثناء النوم، ولكن أيضا على المدى الطويل عندها مضار. هنا المريض تلقى عنده ارتفاع في ضغط الدم، وتلقى أحيانا عنده زيادة في نبضات القلب أو عدم انتظام في نبضات القلب، وأيضا المريض يكون عنده وزن زايد عادة ومشاكل في التنفس. طبعا شرحت مرة حالة زيها، قلنا يقولوا لها بيكويكيان سيندروم، اللي هو أي حد قاري أدب إنجليزي مذكرات بيكويك، رواية لتشارلز ديكنز، كان في شخص قصير وبطنه طالعة قدامه، فأخذوا الوصف هذا يوصف الناس اللي عندهم الحالة هذه. فتلقى مثلا لو قربت الكاميرا شوي تلقى مريضا اللي عنده زيادة في الوزن والرقبة بتاعها قصيرة، فهذه يزمو أنها تصير لهم مشاكل في التنفس وأمراض القلب وأحيانا الوفاة أثناء النوم. شكرا.